بيت يبتنى، فهدمت بيتكم بمثل يذبلي. إني بنى لي في المكارم أولي، ونفخت كيرك في الزمان الأولي. أما في الفصل الثاني فيتناول فيه أو نتناول فيه علاقة جبل يذبل بالطبيعة، وما ذكر الشعراء من حيوان ونبات، وكيف وصف الشعراء حيث تميز بالطول والارتفاع والثقل والقوة والثبوت. ونعرض ما تناول الشعراء من صفات في يذبل إلى محات، وهي أمثلة فقط وليس عرض كل ما تناوله الكتاب وتناولت الدراسة. وفي العلاقة الطبيعة بهذا الجبل حيث نجد الشعراء يتناولون هذا الجبل بحقيقته وخياله، وتناولوها أيضا رمزا ومجازا ومباشرة وغير مباشرة، وأصبح لجبل يذبل في معترك الحقيقة جانبا من رسم الطبيعة في هذا الجبل، سواء أكان ذلك من علاقة مباشرة أم رمزية. وقد نفرد تحت هذا المبحث علاقة الحيوان بيذبل، وما لهذا الجبل من علاقة طبيعية خلابة جعلته يسكن فيه ويروده ويتعايش فيه ويألفه، وذلك بما وقعنا عليه من الشعراء من تصوير السباع وأنواع الصيد وغير ذلك. ولعل الوعل من أهم أنواع الصيد التي سكنت هذا الجبل، ومن ذلك قول الخنساء في وصفها قافيتها وشعرها، تقول وقافية مثل حد السنان تبقى ويهلك من قالها، زجرت فأرسلتها غربة، وجمجمت في الصدر إهمالها، نطقت ابن عمرو فسهلتها، ولم ينطق الناس أمثالها، إلى أن قالت تقد الذوابة من يذبل أبت أن تفارق أوعى لها. وهنا بدأ وصف الوعل، يقول تقد الذوابة فروع الجبل مثل قد يذبل أو الفروع اللي في رأس جبل يذبل التي فيه الأوعال مستكنة وجالسة. ومن هؤلاء الشعراء الأبيوردي اللي يقول في الأسد فجارك لا يخشى الأذى، وتخاله من الأمن في أنضاد يذبل أعصم. هذا أيضا الحديث ما زال في الوعل. كما نجد أيضا الأسد في قول ناهض ابن ثومة، عوى أسد لا يزدريه عواؤه، مقيما بلوذ يذبل وذقان. وهنا ذقان قريب من يذبل، وهو يقع منه جنوبا إلى الغرب قليلا، قرابة يمكن 60 كيلو إلى 70 كيلو. ونجد مزاحم العقيلي يربط نسور شمام اللي قلناها سابقا، إذني شمال الآن تسمى نسور شمام بعقبان يذبل، فيقول تظل نسور من شمامي عليهم عقوبا مع العقبان، عقبان يذبلي. والإبل أيضا وردت في عند الشعراء ومنهم وارتباطها في جبل يذبل، يقول قد طالما ماشى المطية يذبل وهو مقيم والمطايا تنسيل. أما الطبيعة المتحركة الصامتة التي تناولها الشعراء في يذبل، الأودية والسيول والربيع وبعض الصفات التي وجدت بهذا الجبل والتي تناولها الشعراء خاصة مثل السفح والفرع والغار وغير ذلك. ومن هؤلاء قال إحدى الشعراء أنهنه من رعانها بعدما أتت على كل واد من ذقان ويذبلي. ويقول ابنه تيم السفاح كفيض اليم، وهنا الماء وصف الماء، كفيض اليم في هضب يذبلي، وجه كبدر التم في ليث عثيري. ويقول أيضا النمر بن تولب في القفر تقريبا، أي في القفر نعم، تأبد من أطلال جمرة مأسلي، وقد أقفرت منها شراء فيذبلي، يعني أقفرت والقفر طبعا الربيع الذي لم يأتي أحد أو كذا، ما زال قائما ومستقيما عوده. ويقول البحتري معاشر لم تضرب بسلمى قبابهم، ولا ارتبعوا في يذبل وما ارتبعوا، اقصد في الربيع، لاني لم يرتبعوا لم تقل. والغار ايضا من الطبيعه الصامته التي وردت في جبل يذبل، يقول احدى الشعراء جوثة ابن حزن يقول الا ايها الغار الذي ظل يومنا نرى يذبلا فيه سقت كالروائح. وهنا الصورة ارتبطت بجبل يذبل.
ويقول أمية بن أبي عايد: ليعلم سهم أنني من ورائه كأفناد رضوة أو شماريخ أو شماريخ يذبلي. وهنا الشماريخ موجودة طبعا في خاصة في الجهة الشرقية إلى الجهة الشرقية اليمنى تقريبا، وفي الصفات أيضا أو من الصفات التي تعددت في عند الشعراء الثقل والثبوت والطول والارتفاع والعلو والقوة، فضربت بها الأمثال وتنوعت الصور من شاعر لآخر. ومن الطول طبعا تناول الفرزدق في رده على جرير: فإن تهجو آل الزبرقان فإنما هجوت الطوال الشم من هضب يذبل. هنا وصف المجد، يقول احنا مثل المجد البارز الذي يشبه جبل يذبل. وايضا نجد عبد الله بن محمد الامين في مديح الله يقول: بيتك في